بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 17 من الكتاب 40 كتاب السلام، باب السحر، ويسوق فيه الإمام مسلم حديث الذي ذكر فيه سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ساقه الإمام البخاري مع اختلاف في الألفاظ وإن كان المعنى واحد. فطالما الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم اتفقت الأمة على أنه هو أعلى درجات الصحيح من حيث ثبوت الخبر ويسمى متفق عليه. يبقى الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم اتفقت الأمة وأجمعت على أنه أعلى درجات الصحيح ويسمى حديث متفق عليه، أي متفق على صحته. ومن خالف الإجماع على صحة ما ورد في الصحيحين يكون منابذا للإجماع، ومنابذة الإجماع يعني تدل على عدم الفهم وسوء الفهم في هذا الدين، ويطلق عليه مبتدع ويطلق عليه فاسق، يطلق عليه ألفاظ كثيرة، نحذر من هذه الأمور. سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف فيه العلماء، قل منهم أنكروا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من باب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا ندافع عن النبي ونحب النبي، كل طوائف المسلمين مهما اختلفوا في طريقة فهمهم للدين فالكل يدافع عن النبي والكل يحمي جنابه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم اعتقدوا أن السحر يؤثر على الروح وعلى العقل، وأنه يكون بالاستعانة بالشياطين فقط، وأن الأنبياء معصومون أن يتأثروا بالشياطين، وأن يستولي السحر على عقولهم وعلى قلوبهم ووجدانيتهم وهي محل الوحي، وبالتالي يريدون أن يحفظوا محل الوحي بعقولهم، فأنكروا السحر الذي يؤثر على هذه الأمور المتعلقة بالوحي والبلاغ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع بلغ ما أرسل إليه وما أوحي إليه، فإذا كان بالإجماع بلغ وأن السحر في نظرهم يؤثر على البلاغ إذن لا يقع، خصوصا أن الله قال في كتابه والله يعصمك من الناس، يعني يحفظك من الناس، والسحر بفعل الأشرار، فكيف يسلط الأشرار على سيد الأخيار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على هذا المعنى أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان ورد في أعلى الكتب صحة، وقالوا أنه لم يحدث وأن هذا خبر باطل. ثم أيضا قالوا أنه يوافق قول المشركين وهو يخالف صريح القرآن، المشركون قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فربنا يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي أنك لست بمسحور، فكيف نقول أن النبي سحر والله ينفي عنه السحر في القرآن؟ واضح؟ فكل ذلك أدلة من أنكر حديث السحر. ولكن نحن أمام مشكلة كبيرة، وهي أولا أن حديث السحر من حيث القواعد الحديثية وثبوت الأخبار فهو في أعلى درجة الصحة، فمن إشكال إن أنكرناه ننكر طريقة ثبوت السنة أصلا، وهذا يؤدي إلى باب خطير قد لا نستطيع أن نتحكم فيه مع مرور الزمان، حتى يأتي زمان ينكر الناس السنة من الأصل إذا كان أعلى درجة الصحيح فيه خطأ، فإذا لا يكون هناك ثقة في صحيح أصلا إذا أنكرناه. واضح؟ ولذا وقف طائفة، بل أغلب الأمة والعلماء
وقفوا مع جانب أن الحديث قد وقع، وأن السحر الذي يخاف منه المعارض هو ليس السحر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. السحر الذي ينكره المعارض نحن أيضا ننكره، وهو السحر الذي يؤثر على مناط بلاغ النبي وعلى عقله وقلبه، وهذا السحر لا يقع أصلا ونحن متفقون على هذا. ولكن نحن نقول أن السحر أنواع، في أنواع تؤثر على عقل الإنسان المسحور، وفي أنواع تؤثر على نشاطه الجسدي المعتاد وهو كالمرض. يبقى نحن نثبت السحر الذي كالمرض وننفي السحر الذي هو يؤثر على العقل والوجدان والقلب. هذه هي المسألة. ولذا أثبت الله سبحانه وتعالى أنواع من السحر في القرآن، فالسحر أنواع وليس نوع واحد. أثبت الله أن هناك سحر بالاستعانة بالشياطين، وأثبت أيضا أن هناك سحر يسمى تخييل، وأثبت أن هناك سحر يغير الحقائق ويقلبها وسماه وجاءوا بسحر عظيم. يبقى كأن الله وصف السحر مرة بأنه عظيم، ولا يصف الشيء بالعظمة إلا إذا كان له قواعد وأنه يؤثر في الحقائق. ثم وصفه مرة أخرى أنه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى هناك نوع آخر من السحر التخييلي. ثم بيّن أن هناك الاستعانة بالشياطين في السحر. يبقى السحر كأنه ثلاثة أنواع: سحر بالاستعانة بالشياطين، وسحر تخييلي، وسحر بترانيم معينة وأقوال معينة وتركيبات معينة يفعلها الساحر وهي تعلم فتقلب الحقائق، بدليل أنه يعلم. والله يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا هو شيء يعلم وله قواعده وله أصوله، وبالتالي يكون السحر على أنواع. فالسحر الذي هو بالاستعانة بالشياطين نحن مع من أنكره أن يقع في الأنبياء، نوافقهم على هذا تماما، لأنه الشياطين لا سلطان لهم على الأنبياء ولا يستطيعون حتى أن يتصور الشيطان بصورتهم، فضلا عن أن مجرد يأتي في هيئتهم في الصورة فقط لا يستطيع، لا في المنام ولا في الحقيقة. وبالتالي هم معصومون عن السحر الذي فيه الاستعانة بالشياطين، هذا نوع نستبعده، فنوافق من أنكر وقوع السحر من هذا النوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي سحر آخر، وهو السحر العظيم الذي يعلم والذي يقلب الحقائق، وهذا أيضا معصوم الأنبياء منهم لأنه يقلب حقائقهم، والله سبحانه وتعالى جعل حقائق الأنبياء ثابتة لا تتأثر، وبالتالي لا يبقى إلا سحر التخييل، وهو أن يتهيأ للإنسان أنه يعني فيه شيء وهو ليس فيه هذا الشيء، وأن هذا التخيل يكون متعلق ببدنه لا متعلق بعقله ولا ضبطه للأحداث ولا بلاغه للناس، ولكن بمجرد كأن الإنسان ينكر عافيته، الأمور التي كان يستطيع أن يفعلها صار ضعيفا لا يستطيع أن يفعلها، أمور متعلقة بالبدن كتعلق المرض بالبدن، فإن المرض يطرأ على البدن فيضعفه ويخرجه عن حالته الطبيعية، يصاب بالصداع، يصاب بالألم، يصاب بالأوجاع، يصاب بعدم القدرة على الحركة، كل ذلك بسبب المرض. فالسحر الذي هو من هذا النوع جائز في حق سائر الأنبياء لأنهم بشر والبشر يمرضون، فهو نوع من الأمراض التي تؤثر على الأبدان ولا تؤثر على العقول والقلوب. وبالتالي قول الله سبحانه وتعالى لما نقلا عن المشركين إن يتبعون إلا رجلا مسحورا، قالوا ذلك في أول بعثة النبي صلى الله عليه وآله، والنبي لم يكن مسحورا في أول بعثته، بل حادثة السحر دي وقعت بعد صلح الحديبية في العام السابع من الهجرة، يعني بعد ظهور رسالته ووحيه واستقرار الأمر على كمال ضبطه صلى الله عليه وسلم وإبلاغه للناس. وبالتالي الآية تتكلم على أصل الدعوة، والنبي في أصل الدعوة إلى أن بلغ إلى العام السابع من الهجرة بعد صلح الحديبية لم يصبه السحر قط صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الله ينفي عنه أن يصيبه سحر من أي نوع كان. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى
أن يبين لنا أن الله يعصم نبينا صلى الله عليه وسلم من أن يتأثر بالسحر الذي هو من النوع الذي يؤثر على ضبط الإنسان وعلى قدرته على البلاغ وعلى التفاهم مع الناس. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سحر كما ورد في الحديث الصحيح يصف أنه كان يؤثر على علاقته الزوجية فقط، أن الرجل له نشاط في أن يأتي زوجته، فلما أصيب النبي بهذا وجد أن نشاطه المعتاد في إتيان الزوجات لم يكن كالعادة، ثم وجد نفسه أيضا إقباله على الطعام ضعيف، فصار يعني يخس شوية يعني ينحل، حتى ان ورد في الرواية حتى ذاب النبي، ذاب يعني خس شوي يعني فقد جزء من وزنه صلى الله عليه وسلم، يبقى أثر عليه كتأثير المرض. الإنسان ممكن يمرض فلا يجد نشاط أن يأتي زوجته بسبب مرضه، وقد يمرض الإنسان فيفقد جزءا من وزنه، وهذا شيء جائز في حق الأنبياء أنهم يعني يمرضون كما يمرض البشر، وإن كان أمراض الأنبياء يشترط فيها بعض الشروط ألا تكون معدية حتى لا يأتي الإزاء من جانبهم، وألا تكون منفرة حتى لا ينفر الناس منهم، وألا يترك عاهة مستديمة حتى يكونوا في كمال الخلقة، لأنهم بعثهم الله ليقودوا الناس، والناس تأنف أن تقاد بإنسان عاجز أو فيه عاهة. وبالتالي يمرض الأنبياء بأمراض لا تؤثر على خلقتهم ولا تؤثر على أخلاقهم ولا تكون منفرة ولا تكون معدية. هذه الأمراض التي تحدث للأنبياء لأنهم بشر يمرضون ويموتون ويجوعون ويشبعون وهكذا. وبالتالي لما سحر هذا الساحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يسحره السحر الذي فيه استعانة بالشياطين، لأنه النبي معصوم من الشياطين، ولم يستطع أن يسحر السحر الذي يغير من حقيقته فيقلبه إلى صورة أخرى غير إنسان، لا يستطيع ذلك أيضا لأن الله عصمه من الناس، ولكن ما استطاع إلا النوع الأخير من السحر وهو أضعف أنواع السحر وهو السحر التخييلي، وقد حدث لسيدنا موسى وهو نبي بنص القرآن. فمن أنكر أن السحر مطلقا لا يقع للأنبياء كأنه ينكر صريح القرآن في قول الله في موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فسيدنا موسى نفسه تأثر بهذا السحر التخييلي وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيبقى وقع لسيدنا موسى وكان نبيا. إذن السحر الذي من نوع التخييل قد يقع للأنبياء بدليل القرآن وهو قول الله في موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما السحر العظيم الذي يقلب الحقائق أو السحر الذي يستعين فيه بالشياطين فمحال على الأنبياء أن يقع عليهم، لأن الله عصمهم وحفظهم من الناس. قول الله والله يعصمك من الناس يعني لا يعصمك من إيذاء الناس، بل يعصمك من أن يقتلوك قبل أن تبلغ رسالة ربك، بدليل أن النبي أوذي كثيرا صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة يعصمك من الناس لا تحول بين الإيذاء بل تحول بين القتل، فلا أحد يستطيع أن يقتل النبي، يبقى العصمة تتعلق بمنعه من القتل حتى يبلغ رسالة ربك، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ويثبت أن الأنبياء أوذوا حتى يخفف عن النبي إيذائه، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يعني ربنا بيذكر لنبينا عندما أوذي أن سائر الأنبياء أوذوا، فعليك أن تصبر، فأنت كسائر الرسل لابد أن يحدث لك إيذاء حتى تكون أسوة للدعاة من بعدك أن يصبروا على هذا الدين وعلى الدعوة لهذا الدين، لأنه أسوة للعالمين. وبالتالي يعصمك من الناس لا تمنع حدوث السحر الذي هو من نوع التخييل، لأن الآية تتعلق بمنعه من القتل وحفظه من القتل لا حفظه من مطلق الإيذاء، والسحر الذي هو نوع التخييل نوعا من الإيذاء، واضح؟ وبالتالي نحن نتفق مع من أنكر السحر الذي فيه الاستعانة بالشياطين والسحر الذي يؤثر على البلاغ وعلى الدعوة، وأن هذا لا يحدث بالفعل، ولكن نفهم الخبر الصحيح المتفق عليه أنه سحر من النوع الضعيف وهو السحر الذي يتعلق بالبدن وبقوته،
فيؤثر كما يؤثر المرض على البدن، وأن هذا السحر أثر في النبي في علاقته بنسائه فقط وإقباله على الطعام، فأدى إلى أنه فقد جزءا من وزنه وأنه لم يجد له نشاط حتى يجامع زوجته كعادته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعض الناس ينكرون أن هذا الحديث المتعلق بالسحر لم يروى إلا عن سيدتنا عائشة، فلو كان متعلق بإتيان بالزوجات لما لم يروى عن باقي الزوجات؟ في بعض المنكرين يقولون ذلك، ولكن نحن نقول أنه ربما أنه سحر من جهة إقباله على عائشة دون سائر الزوجات، محتمل هذا، لأن سيدتنا عائشة كانت أحب الزوجات إليه، فأراد من يسحره أن يحول بينه وبين أحب الزوجات إليه، وبالتالي لم يلاحظ باقي الزوجات هذا الأمر على النبي، ولاحظته سيدتنا عائشة فهي التي روت الحديث لأن هي صاحبة المسألة، ربما هذا، خصوصا أن سيدتنا عائشة كانت أحب الزوجات لنبينا من حيث الألفة وقربها إلى طبعه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نحكي القصة كما وردت. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وفراغه من مهادنة قريش ساء هذا الأمر اليهود في المدينة، ويهود المدينة كانوا مجموعة موجودة في بني قريظة ومجموعة موجودة في خيبر، وبني رزيق أو زريق، بني زريق موجودين في ضاحية من ضواحي المدينة، كويس؟ فذهبوا يهود بني زريق إلى لبيد بن الأعصم، وكان من أهل المدينة مواليا لليهود، يعني عشان كده يقول لك يهودي، هو يهودي بالولاء وليس يهودي حقيقة، وكان ساحرا يعني متمرس في السحر، لبيد بن ابن الأعصم، هم يقولوا عليه اليهودي، هو يهودي بالولاء وليس يهودي أصلا لأنه من أهل المدينة، كويس؟ ودي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم نعرف أنه لم يكن يهودي، لكن ذهب إليه يهود بني زريق اللي هم بينهم وبين ولاء، وأغروه أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم على 3 دنانير، يدوله 3 دنانير مقابل أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ فسحر النبي السحر الذي هو من نوع التعاويذ والعقد والنفس وغير ذلك، وليس فيه استعمال شياطين أصلا، لا يستطيع. فلما حصل على على مشط ومشاطة من النبي، فبعض اللي بينكروا حديث السحر يقول لك ازاي يصل لليهودي شعر النبي وشعر النبي لا يكون الا داخل بيتي، هل هناك اختراق لبيوت النبوة؟ هذا الكلام فارغ، لان اولا يمكن ان يظهر اسلامه، دي اول حاجة. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور ان الصحابة تتبرك بشعره، وممكن يبقى لبيد بن الأعصم يكون أظهر إسلامه وطلب بعض شعراته من النبي تبركا، والنبي كان لا يمنع ذلك، فممكن تصل إليه شعرات النبي دون أن يخترق بيت النبي بمجرد أن يطلب بعض شعرات النبي تبركا، وكثير منهم كان يسلم يظهر إسلامه وليس بمسلم من المنافقين، وعارف أن المسلمين الصادقين يتبركوا بأثار النبي، فطلب شعرات من النبي. وقيل أن هناك كان طفل يهودي احيانا يتردد على بيت النبي يخدمه والنبي يتصدق عليه، قيل ذلك في السير، وان هذا الطفل اليهودي هو الذي اغرى لبيد بن الاعصم ان ياتيه ببعض شعارات من النبي حتى يتم سحر النبي. يبقى ممكن ان يصل اليه شعارات من النبي بسهوله، اما ان يطلبها تبركا فقد تصل اليه، او عن طريق هذا الغلام اليهودي الصغير الذي كان ياتي الى بيوت النبي يخدمه احيانا حتى يتصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب تاليف القلوب. يبقى وصول الشعارات الى هذا الرجل الساحر سهله، دون ان نقول اخترقوا بيت النبي وعملوا هذا خيانه، كل ده كلام فارغ ممن ينكرون الخبر الصحيح، واضح؟ يبقى وصل اليه شعارات من شعر النبي، ففعل فيها نوع من السحر يكون فيه، ربنا سماها النفثات في العقد، يعني ينفث ويعقد، ينفث يعني يقول كلمات معينه بترتيب معين يعرفها السحر، تؤثر في طبيعه الانسان الجسديه، ثم يقول هذه الكلمات ويعقد الشعرات، ويعقد الشعرات، عقد حوالي 7 عقد او 11 عقدة بالترتيب كده، 11 عقدة، كويس؟
بعدد ايات سورة الناس وسورة الايه؟ الفلق. سورة الفلق 5 وسورة الناس ايه؟ 6 ايه؟ 11 عقدة ب 11 آية. شفت بقى ازاي؟ فعقد 11 عقدة وبقى ينفث فيها، ثم وضعها في غلاف طلع نخل ذكر، يسموه ايه؟ جفة طلع نخل ذكر، واخد بالك؟ في غلاف كده عشان يحفظها، يحفظ ايه؟ السحر اللي سحره ده. ثم بعد ذلك ربطه في حجر ورماه عشان يبقى في اسفل البئر، عشان في مكان ما حدش يعرفه، بئر ذروان، وهو بئر لبني زريق، بئر تشرب منه بني زريق. ثم وضع فوقه حجر. وان هذا السحر كما ورد في كتب السيره انه اثر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد في نفسه نشاط. احيانا ياتي يحاول ان يجامع زوجته، يخيل الله انه عنده القدره ان يجامع زوجته، فلا يستطيع ان يجامع او لا يكمل الجماع على عادته المعتاده، حتى استنكر نفسه، ماذا جرى لي؟ ماذا حدث لي؟ لكن كان في هذه الفتره التي استمر السحر فيها 6 أشهر يصلي بالناس ويعظ الناس وينزل عليه الوحي، ولم يحدث ان نقل عنه خبر فيه اختلاط خالص في خلال 6 أشهر دي. لم يلاحظ السحر الا ستنا عائشه بس لعلاقتها الخاصه به، وهو نفسه وجد نفسه بدا ايه؟ يفقد جزءا من وزنه المعتاد، عشان كده عبر عنها الصحابي راوي الحديث وكاد يذوب. يذوب يعني يخس، يبقى خس. ويخيل لي انه ياتي نساءه، يعني يخيل انه قادر على ان ياتي نساءه ويقصد ستنا عائشه، بل لانها كانت راويه الحديث فتستحي ان تقول ياتيني، فيقول ياتي نساءه وهي تقصد نفسها. فهمت بقى ازاي؟ فلا يستطيع، يعجز. فهمت ازاي؟ وده شيء وارد ان الرجل يصاب بمرض فيضعفه فيجعل قدرته على الجماع ضعيفه واقباله على النساء ضعيف بسبب المرض، ده شيء جائز ولا يؤثر على ايه؟ على بلاغه، خصوصا انه لم يحدث انه روي عنه خلل في البلاغ في 6 أشهر فتره السحر اللي هي بعد صلح الحديبيه لمده 6 أشهر، ما حصلش. كان يصلي بالناس ويؤم الناس ويقابل الوفود في المدينه، حياته معتاده كما هو في كمال ضبطه صلى الله عليه واله وسلم. وبالتالي السحر الذي ينكره المنكر لم يقع للنبي ونحن لا نثبته اصلا. فهمت بقى المساله؟ وبالتالي يمكن فهم الحديث بهذه الطريقه دون الطعن في ثبوت السنه ولا الطعن في الكتب الصحيحه. هذه طريقه. ممكن ننكر هذا الحديث بطريقه اخرى ولا نطعن في كتب السنه، طريقه اخرى واضحه. يعني افرض عقلك لا يريد ان يستوعب هذا. معلش ما يجراش، محمد عبده انكره، الامام محمد عبده انكر حديث سحر النبي ولكن لم يعيب عن البخاري. الناس عقلاء. محمد رشيد رضا انكره ولم، الامام الجصاصي الحنفي انكره، الامام الغزالي انكر ووافق احيانا كده كده، يعني الامام الغزالي نفسه صاحب الاحياء قال انه ده خبر احاد وخبر الاحاد يمكن ان يرد لانه يخالف ما هو اصح منه، خصوصا انه لم يروى الا عن هشام عن عروه عن عائشه بس من هذا الطريق، فهو طريق احاد ولم يروي احد غيره، فهو صحيح الخبر الا انه احاد، ونحن لا ناخذ بخبر الاحاد ان كان يخالف ما هو اصح منه. واصح منه القران، ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال، فنفى الله السحر عنه، وبالتالي بدا خبر احاد يخالف ما هو اصح منه وهو القران، وبالتالي نحن نعترف بصحته وننكر ايه؟ ننكر الاستدلال به لانه شاذ، والخبر الشاذ والخبر الذي يصح اسنادا ولكن يخالف ما هو اصح منه. وبالتالي انكروا دون ان يعيبوا على البخاري ولا على كتب الصحيح لشذوذه في نظرهم، لشذوذه في نظرهم. والشاذ هو ما صح اسنادا وخالف ما هو اصح منه. فهمت القواعد؟ يبقى في ناس انكرت هذا الحديث ولكن بادب. هذا الادب ازاي؟ انه قال انه حديث صحيح الاسناد لانه مروي في الصحيح، ونحن لا ننكر صحه الاخبار في الصحيح، ولكن لابد ان نعلم ان تعريف الحديث الصحيح عند علماء الحديث الصحيح عند علماء الحديث في المصطلح
لكي نستدل به لابد أن يكون متصل الإسناد خال من الشذوذ والعلة. يبقى عندي ثلاث شروط في الحديث الصحيح: اتصال الإسناد من الثقات، اتصال الإسناد من الثقات ومن ضباط العدول، دي أول حاجة. ثاني حاجة خالي من الشذوذ وخالي من العلة. والشذوذ أهم حاجة فيه أن يخالف ما هو صح منه، فهم؟ يبقى هذا الحديث صح إسنادا إلا أنه شاذ، شذوذه خالف ما هو صح منه، خالف قول الله والله يعصمك من الناس، وخالف قول الله إنكار السحر عنه، حيث أنه قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. واضح؟ يبقى دي طريقة أخرى لإنكار الحديث ولكن بأدب، دون التعدي على الإمام البخاري. يبقى هناك ناس أنكروا الحديث بقلة أدب وتعدوا على صحيح البخاري وتعدوا على صحة الأخبار التي تؤول في النهاية إلى إنكار السنة، وهذه خطيرة في منتهى الخطورة. وهناك من أنكر الحديث لا لكونه غير صحيح الإسناد بل لكونه شاذ، يعني يخالف ما هو صح منه في نظرهم. وغالب الأمة ونحن معهم نؤيد وقوع هذا الحديث، ولكن نقول بالسحر الذي هو أخف أنواع السحر وهو السحر التخييلي الذي وقع لسيدنا موسى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فخيل للنبي قدرته على إتيانه زوجاته وكان لا يستطيع بعدما أن يحاول أن يأتي زوجاته، فأدى ذلك إلى فقدان بعض وزنه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر على ضبطه ولم يكن بالاستعانة بالشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم. نقرأ الحديث ثم بعد ذلك نفهمه. باب السحر بإسنادنا المتصل، خصوصا أن حديث سحر النبي ده مش لم يرويه البخاري ومسلم بس، ده مروي في كتب السنة الأخرى، البخاري ومسلم وباقي كتب السنة. واللي أنكروا حديث سحر النبي أنكروا أيضا حديث سم النبي اللي هي إيه، زينب بنت الحارث اليهودية اللي سمت النبي فتح خيبر، واخد بالك، في زراع الشام، أنكروا برضو ده، قالوا ده إزاي يتسم النبي وربنا بيقول له والله يعصمك من الناس، يبقى ما فيه، النبي لم يسم. قلنا له طب النبي يا جماعة لما بتقول والله يعصمك من الناس، النبي في أحد كسرت رباعيته، مش كده برضو، ودخلت حلقات المغفر في وجنته، مش كده، وشج صلى الله عليه وسلم شجت وجنته وخرج الدم منها، والحديث ده مروي في كتب السنة والسيرة، فازاي يحصل؟ قال له وده كمان ما حصلش. الله، يعني ننكر كل حاجه كده ليه؟ يوم يقول لك اصل ربنا بيقول والله يعصمك من الناس، نقول له يا سيدي والله يعصمك من الناس يعني من ان يقتلوك لا من ان يؤذوك، في فرق بين الايذاء والقتل، والله اثبت الايذاء للانبياء ونفى القتل عن نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يبين رساله ربه، ثم بعد ذلك خيره بعد رسالة ربي أن يموت أو أن يستمر مع الناس، فاختار الرفيق الأعلى والأمر منتهى. وحديث ثم النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيه عصمة النبي من إيه؟ من القتل، خصوصا أن النبي عندما لاك الزراع أخبرته أنها مسمومة، ففيه دليل من أدلة عصمة النبي من القتل، يبقى ده مع الآية وليس ضد الآية، واخد بالك ازاي؟ يعني حديث ثم النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية، وفيه علامة من علامات نبوة نبينا، وأن الله في كمال رعايته للنبي حتى أنه يخرق له العوارض، يجعل الزراع المشوية تتكلم، ده دي علامة كبيرة من علامات عصمة النبي من القتل، خصوصا أن البراء بن معرور كان يأكل مع النبي فسبق النبي بلقمة مات بسببها بعدها بأيام، يبقى عصمه من القتل سبحانه وتعالى، عصمه من القتل بطريقة خارقة للعادة كأنها معجزة من المعجزات، بل إن تكليم الزراع للنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي أنه أعلى من إحياء الموتى لعيسى بن مريم. واضح؟ يبقى السم وقع والله عصمه من القتل، فلما لاكه وابتلع جزءا من ريقه فيه السم أخبره الزراع. وهذا السم من العجب في أنه كان يقتل في خلال أيام، والنبي دخل في جوفه جزءا منه ولم يموت، ولم يتوعد منه إلا بصداع أو حرارة أحيانا فقط، يجي له صداع وأحيانا يجي له حرارة، ولكن كان يزول نشاطه المعتاد، يعني بعد خيبر فتح مكة بكمال نشاطه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عام الوفود كان يلتقي في اليوم الواحد بوفود من الفجر إلى ما بعد العشاء، حتى أنه كان لا يذهب إلى بيته يأكل طعاما حتى
من كثرة الوفود في عام الوفود، وكان في كمال نشاطه بالرغم وقوع السم في بدنه الشريف حتى وهو يجري. يبقى ربنا عصمه، يعني ابتلع جزءا من السم ومنع السم أن يقتله. يبقى والله يعصمه من الناس على طريقة خارقة للعادة، فلا داعي أني أنكرها. ثم لما خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يبقى مع الناس وأن يلقى الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى. فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي حياته الدنيوية حتى لا تكثر التكاليف على الناس، لأنه لو استمر في الحياة لاستمر معه الوحي والتشريع، وهذا يجعل الناس تعجز عن فعل الأوامر التي لا نهاية لها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بهذا من دنياه حتى يكون الشرع وتكاليف الشرع على الأمة محصورة حتى لا تزداد التكاليف عليهم. لأن تصور النبي لسه عايش لحد دلوقتي بقاله 14 قرن، كان حد يقدر يحصر أوامر الشرع؟ محدش يقدر يحصر، لأن النبي هيتكلم كل يوم ويوجه، فهم؟ فالنبي أراد ألا يكثر على أمته التكاليف، لأنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاختار الرفيق الأعلى واكتفى بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اختار الرفيق الأعلى أعمل الله السم في جسده الشريف، ولذا قال في حال مرض وفاته عندما اختار الرفيق الأعلى، قال: ما زال سم أكلة خيبر يعودني، يعني يعمل علي بعض الأعراض وهو الصداع والحمى، حتى قطع أبهري، فكأنه مات مسموما باختيار أن ينتهي أجله. وكان موته أيضا معجزة من المعجزات، لأنه مات بسم يقتل في خلال أيام، فأعمل الله فيه باختيار النبي الرفيق الأعلى أثر السم بعده بعدة سنوات. فهذا كله فيه معجزات ظاهرة بينات ودلائل من نبوة نبينا، وليس فيه عجز ولا نقص ولا يخالف ما هو صح منه، واضح؟ ولا يجعلنا ندخل فيما دخل فيه هؤلاء الناس من أن يعيبوا في صحيح البخاري، وأن يعيبوا فيما ثبت من الإيه من الأخبار الصحيحة أو السيرة النبوية الشريفة، لأن هذا كله أوهام في عقول من تلقى العلم بغير علماء. لو تلقوا العلم وجلسوا أمام العلماء لفهموهم، كيف يفهمون مثل هذه النصوص؟ فإنها نصوص مشتبهة تحتاج أهل العلم، لأن كما أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كذلك هذا النبي كان قرآنا. ففي النبي أحداث محكمات الكل متفق عليها، وأحداث مشتبهات لا يعلمها إلا أولي الألباب. وبالتالي لابد أن تعلم هذه المشتبهات في حياة النبي، لأنه قرآن فيه محكم ومتشابه، والنبي يقول: أتيت القرآن ومثله معه. فسنة النبي أيضا فيها محكم ومتشابه، يبقى سيرة النبي فيها محكم ومتشابه، وكذلك سنة النبي فيها محكم ومتشابه، كما أن القرآن فيه محكم ومتشابه. والمتشابه الحل فيه إيه؟ أن تسأل فيه العلماء، تسأل فيه الراسخون في العلم، ولكن هؤلاء المتجرئون يظنون أنهم من الراسخين في العلم، وهذا وهم، وما قادك مثل الوهم. لابد أن يسألوا الراسخين في العلم، وفوق كل ذي علم عليم. هذه مقدمة لابد منها. ثم بعد ذلك نقرأ الحديث. باب السحر بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، وقلنا لك إن هو كان موالي لليهود ولم يكن منهم، موالي اليهود بني زريق ولم يكن منهم، فكان يهودي بالولاء وليس يهودي بالنسب ولا بالديانة، اللي هو لبيد ابن الأعصم. قال: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إلي أنه يفعل الشيء وما يفعله. وتقصد بالشيء هنا إيه؟ جماع الزوجات، وكانت عنه بالشيء من باب حسن الأدب، لأن النساء يخجلن أن يذكرن كلمة الجماع، خصوصا إن كانت زوجة وتتكلم على زوجها، فمن باب الخجل كانت عن الجماع بالشيء، وليس مطلق شيء باين، يبقى الشيء المعهود بين الرجل وزوجته. أدي المعنى. ويخيل نفس اللفظ المستعمل في القرآن، يخيل إلي من سحر من لا تسع، يعني كان يخيل إلي أنه قادر على أن يأتيها، فإذا هم بإتيانها عجز عن إتيانها بسبب ضعف أصابه في علاقته بزوجته. واخد بالك إزاي؟ وده شيء وارد أن يقع للإنسان، وهذا بعيد كل البعد عن مناط النبوة وعن الوحي وعن البلاغ وعن الضبط.
يخيل إلي أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة لما تربي بقى المدة، قيل في الكتب السيرة أنها 6 أشهر، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا، يبقى لجأ إلى الله بقى، يا رب أخبرني بما حدث لي، خرجت عن عادتي في علاقتي بزوجتي، ماذا حدث لي؟ بقى يدعي ربنا أنه هو يبصره بما حدث له، ولا يدلك على صبر النبي بقضاء الله. لم يدعو ويكثر بمجرد شعوري بهذا من أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو أسبوع أو شهر. لماذا؟ لأن النبي كان في كمال الرضا بقضاء الله فيه صلى الله عليه وسلم. فلما طال به الأمر أراد أن يفهم ما حدث له، فطلب من الله ودعا وألح في الدعاء. قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني، أشعرت هنا يعني معنى أعلمتي، أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أفتاني يعني أخبرني فيما سألته عنه، وهو تغير حالي تجاهك، لأن الأمر كان متعلق بعلاقتي بعائشة. جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يعني مناما. فالنبي لما نام جاله سيدنا جبريل في صورة رجل، وهو كان بين النوم واليقظة، جلس عند رأسي، وسيدنا إسرافيل جلس في صورة رجل عند قدمه، وصار يتكلمان الملكان ويتحاوران فيما يتعلق بالنبي وهو يسمع كلامهم. فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي، ما وجع الرجل؟ يعني إيه ما شأن الرجل؟ إيه الشكوى اللي عنده؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال من طبه، يعني من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم. وكل دي برضو علامة من علامات النبوة والإخبار بالغيوب، يعني النبي مين كان هيعرف لبيد بن الأعصم اللي عمل كده ورماها في أني بئر؟ دي كلها علامة من علامات النبوة وكمال عناية ورعاية بالنبي، فالحديث فيه كمال للنبي وليس نقص. قال لبيد بن الأعصم، قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. والمشاطة ما يسقط من الشعر أثناء تمشيط الشعر، دي المشاطة. في مشط، والمشط هو الآلة التي يسرح الإنسان بها شعر، والمشاطة هو ما تعلق في المشط من الشعر أثناء تصفيه. قال في مشط ومشاطة، قال وجب طلعة ذكر. الجب اللي هو وعاء طلع النخل، والنخل فيه ذكر وأنثى، معروف النخل فيه ذكر وفيه أنثى. في قال وجب طلعة ذكر، قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. يبقى في بئر ذي أروان برضو بيان للمكان، وكل دي إخبار بالغيوب، كل دي إخبار بالغيوب لا يعلمه إلا نبي يوحى إليه. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال يا عائشة والله لكأنما أها نقاعة الحناء، يعني منقوع الحناء، يعني عكر معكر. ماء البئر دي عكر، فيه عكارة، يعني ليس رائق، كأنه نقاعة الحناء، كأنه منقوع الحناء. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، والنخل اللي في المنطقة دي من كتر ما هو قبيح كأنه رؤوس الشياطين، فده رمز لقبحه، قبح صورته. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. لأن النبي مرضاش بقى إيه ينشر الأمر ويقول للناس كلها، حتى لا يخاف الناس من السحر، أو إن الناس إيه تلجأ للسحر في ضرر بعضها البعض، خصوصا أن تعلم السحر في ديننا من الكبائر، حرام من الكبائر تعلمه وفعله، حرام من الكبائر، حتى ذهب الإمام مالك لأنه كفر. يبقى بالتالي النبي لم يرد أنه ينشر الأمر بقى. فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. وفي الرواية الثانية فنزلت المعوذات فقال قد كفيتم، وقرئت عليه فنشط من عقال. هناك من أنكر وقال أن المعوذات دي مكية، صور مكية،
فكيف يقول نزلت وانت بتقول ان الحادثه دي بعد الهجره بسبع سنوات بعد الحديبيه؟ نقول له ان السور قد تنزل مرتين، كسوره الفاتحه نزلت في مكه وفي المدينه، وهناك بعض السور مكي مدني، يعني نزل مره في مكه ونزل مره اخرى في حادثه في المدينه، يذكر ان هنا نزولها في المدينه كان للشفاء ونزولها في مكه كان للبلاغ. يبقى لا يمتنع انها نزلت مرتين كسائر بعض الايات القرانيه والسور، كالفاتحه مشهور انها سوره مدنيه مكيه، الفاتحه نزلت في مكه ونزلت في المدينه، واضح؟ فلا باس يعني. وعن ابي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق ابو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البئر فنظر اليها وعليها نخل، وقالت قلت يا رسول الله فاخرجه، ولم يقل افلا احرقته، ولم يذكر فامرت بها فدفنت. باب السم او السم او السم، المصريين يقول لك يا سم بكسر السين، هكذا صحيحه ايضا لغه، يبقى السم والسم والسم بتسليس السين، وهو ما يضر، ما يضر او يؤدي الى الوفاه. ايوه ايوه، اللي هو نفس اللي بيسموه العمل، المصريين يقول لك العمل، دفنوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايات بالتفصيل ان النبي فك العقد، فكلما فكت عقده، لان كان في 11 عقده، شعر بنشاط، شعر الاول بالم خفيف في بدن ثم نشاط، ففكت العقد ثم دفنه صلى الله عليه وسلم. باب السم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة، اسمها زينب بنت الحارث من يهود خيبر، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك علي على ذاك. ليه؟ لأن ربنا قال له والله يعصمك من الناس، فعرفنا أن العصمة متعلقة بالقتل. شفت بقى لما قالت أنا أردت أقتلك، فلا لا ربنا مش هيسلطك، لأن ربنا قال والله يعصمك من الناس، فالعصمة متعلقة بالقتل لا بالإيذاء. بنفي القتل عنه لا بنفي مطلق الإيذاء، فالنبي كثيرا ما أوذي. واضح؟ فقالت أردت لأقتلك، قال وما كان الله ليسلطك على ذلك، قال أو قال علي، قال قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. فالنبي عفى عنها، لأن في رواية البخاري قالت أردت أن أقتلك إن كنت كذابا وإن كنت نبيا الله يعصمك. فهمت إزاي؟ فلما ربنا عصمه أثبتت نبوته، ففعلها ده أثبت نبوته، لأنه لو كان رجل عادي لأكل زي سائر الناس ومات. فالنبي أعجب بمنطقها فعفى عنها. ثم لما مات البراء بن معرور بعدها بعدة أيام قتلها به. يبقى النبي الأول عفى عنها، ثم لما مات البراء بن معرور قتلها، عشان فجأت روايات أنه قتلها وروايات أنه عفى عنها، للجمع بينها أنه عفى عنها أولا ثم قتلها بالبراء بن معرور عندما مات بعد أيام من طعامه هذه الأكلة المسمومة قصاصا، فسلمها لأولياء البراء بن معرور فقتلوه. واضح؟ فما فيش تناقض، اللي بينكر الحديث يبقى فيه تناقض، مره يقولوا عفى عنها ومره يقولوا قتلها، مش قادرين يفهموا لان ما قعدوش مع العلماء. ما احنا قلنا لازم تقعد مع العالم عشان تتعلم، مش تروح على المطبعه تقرا الكتاب وخلاص لوحدك، ما ينفعش الطريقه دي، ما تنفعش. قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السم ده اثر في احتقان دائم في لهات النبي. لهات النبي اللهات اللي هي ايه؟ قطعه اللحم اللي في اخر الحلق اللي بتبقى محيطه باللوزتين، كانت تظهر لما النبي يفتح فمه يعني مثلا يضحك، حتى بدت لهواته، فكانوا يشوفوا لهات النبي محمره يعني محتقنه، وعلشان كده قالوا ايه؟ فما زلت اراها في لهوات النبي، اثر الاكله دي تركت احمرار دائم واحتقان دائم في لهات النبي.
فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده انس اللي بيقول كده. وعن ابي قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث ان يهوديه جعلت سما في لحم ثم اتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. وطبعا في حديث اخر رواه الامام البخاري وغيره ان الذراع اخبرته، اخبرت النبي انها مسمومه، فنادى الست ايه وحقق معها صلى الله عليه وسلم. وكان في اثناء هذا التحقيق وقبل ان تخبره كان البراء بن معرور ازدرب جرعه من الطعام، فالنبي قال كفوا لا تاكل، فاثرت هذه في البراء بن معرور فمات، ولم تؤثر في النبي لان الله قال في حقي والله يعصمك من الناس، فلم تؤثر على قتله. فهذا ايضا علامه من علامات نبوته وعلامه من علامات عصمه الله له من ان يتعلم يعني يقتله الناس قبل بلاغ رساله ربه. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بيسال هنا بيقول هل يجوز فك السحر بالسحر؟ يجوز على بعض المذاهب ولكن نحن لا نجيز ذلك. مذهبنا الشافعي لا يجيز استعمال السحر حتى في النفع، ولا يجيز تعلمه ولا تعليمه. وبالتالي يفك السحر بالقرآن وبآية الكرسي وبالمعوذات، ولا تلجأ لعلاج السحر بسحر، ولكن يلجأ لعلاج السحر بالقرآن. ولما نزلت المعوذات قال النبي قد كفيتم، فنكتفي بما جعل النبي لنا فيه الكفاية. فلا ننصح بفك السحر بالسحر. هل علم الأوقاف الذي يفك به السحر هكذا من السحر؟ علم الأوقاف اللي هو علم يعني إيه تركيب معين ويبقى مربعات معينة ويكتب في كل مربع حرف معين ويحرك الحروف ويغيرها بطريقة معينة تتعلم. نحن أيضا لا ننصح بتعلم مثل هذه العلوم التي أراد الله أن تندثر، فهذه العلوم اندثرت ولا يوجد من يعلمها لأحد. وبالتالي غالبا إذا أردت أن تتعلمها سوف تعتمد فيها على نفسك ولا شيخ لك، فربما تضرك أكثر مما تنفع. وبالتالي ننصح ألا تلجأ لمثل هذه الأشياء، فإن القرآن فيه الكفاية والأوراد والاحترازات التي حرزنا الله بها بآياته وبذكره سبحانه وتعالى فيها الكفاية. والله تعالى أعلى وأعلم، خصوصا أنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فكن مع الله فلا يحدث إلا مراد الله سبحانه وتعالى.